السلام عليكم. وصل المبعوث الأممي إلى صنعاء في مهمة تعيد إلى الأذهان مساعيه السابقة التي بذلها في أبريل الماضي لإقناع ممثلي الحكومة والمتمردين بالذهاب إلى جولة مشاورات الكويت. جولة المشاورات تلك استغرقت 70 يوما ولم تنجح في تحقيق أي شيء على طريق السلام. واليوم يرى المراقبون أن السعي الحثيث لإعادة استئناف المشاورات يصطدم بموقف حكومي صلب ينطلق من استشعار خطر يراد تمريره عبر المشاورات وسط ادعاءات بأن الرؤية الأممية هي خلاصة رؤيتين تقدم بها طرفا المشاورات. يخطو المبعوث الأممي إذن أولى خطواته باتجاه حمل الطرفين على العودة إلى مشاورات الكويت، وتزداد مهمته تعقيدا خاصة مع احتشاد معظم الأحزاب وأكثرها تمثيلا في الساحة الوطنية إلى صف الحكومة، إذ تبنت كلها الموقف الحكومي المتحفظ على العودة إلى مشاورات الكويت قبل الحصول على ضمانات بتنفيذ الميليشيا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات القتالية في مختلف جبهات المواجهة بين كر وفر، وسط أنباء عن تقدم كبير للمقاومة في الجبهة الرئيسية إلى الشرق من العاصمة صنعاء. حول ما سبق ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير الذي أعده الزميل ياسين التميمي. هل ستستأنف المشاورة أم لا؟ سؤال يسيطر على المهمة المعقدة أمام المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الرامية إلى إعادة طرفي المشاورات إلى مقر انعقادها في الكويت. لم يخرج الجميع إلا بسراب من جولات المشاورات الماضية مع الميليشيا كما قال الرئيس عبد الرب منصور هادي للمبعوث الأممي، بما في ذلك أطول هذه الجولات التي كانت قد رفعت لمدة 15 يوما لظروف الإجازة وللتشاور أو لدخول مرحلة جديدة وفقا لتوصيف ولد الشيخ. كل المؤشرات تدل على أن مشاورات الكويت لن تستأنف على الأقل في الموعد الذي حدده المبعوث الأممي، وقد لا تستأنف أبدا إذا أصرت الحكومة على موقفها بشأن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، موقف ساندته الأحزاب الرئيسية وتيار رئيسي بحزب المؤتمر الشعبي العام. في بيان مشترك ضمنته هذه الأحزاب أربعة مطالب أساسية تشمل الالتزام الصريح من قبل الميليشيا بتنفيذ القرار الأممي دون شروط مسبقة وبإشراف دولي وإقليمي، وتنفيذ الميليشيا لتعهداتها في جولة بييل السويسرية، والالتزام بالمحاور الخمسة لأجندة المشاورات حسب التراتبية المنطقية لها، وتحديد سقف زمني للمشاورات يلتزم به الطرفان. ذهب ولد الشيخ إلى صنعاء في مهمة لا أفق لنجاحها قادما من الرياض، حيث وجد تصلبا من جانب الحكومة بعدم تكرار الخطأ الذي وقعت فيه قبل الذهاب إلى مشاورة الكويت. مهمة ولد الشيخ المعقدة جعلت من استئناف مشاورة الكويت تحدا آخر في طريق فرض الحل السلمي، أمر دفع بالسفير الفرنسي ونائبي السفيرين الأمريكي والبريطاني للتحرك لدى الرئيس والحكومة في محاولة على ما يبدو لإنقاذ مشاورة الكويت من انهيار وشيك. ويرى المراقبون أن الحكومة تحاول عدم تكرار خطأها القاتل بالذهاب إلى مشاورات بلا أجندة أو أفق زمني أو ضمانات. يأتي ذلك بعد أن أجهضت محاولة عبر مجلس الأمن لفرض خارطة طريق لا تحقق السلام بل تطيح بالحكومة وبفرص السلام وتطيل أمد الانقلاب في بلد لا يحتمل مغامرة جديدة بهذا القدر من الخطورة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأرحب بضيفي عبر السكايب الأستاذ نبيل البيضاني المحلل السياسي معنا عبر السكايب من السويد. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية وشكرا لك الاستضافة أخي الحبيب. أهلا بكم أستاذ نبيل. يعني في خضم هذه التحركات التي يقوم بها إسماعيل ولد الشيخ ووسط أن يعني كان الحديث عن موعد إجراء المشاورات بعد يومين في 15 من يوليو، لكن من الواضح أن هذه المشاورات ستؤجل إلى ما بعد ذلك كما يبدو. أين تقع مشاورات الكويت في وسط كل ذلك؟ هي بلا شك أن وصل الموضوع إلى مرحلة عبثية خصوصا في حوار أو مفاوضة الحوثيين. الحوثيين جماعة عقائدية والمؤتمر جماعة مصالحية نفعية. المسألة أنه انتقل اثنين في اتجاه أوحد،
وهو عدم الوصول إلى حل هذه المفاوضات. يعني حقيقة كنا نعرف تماما أن بداية المفاوضات قالوا نتجه إلى، وافقوا على التراتبية شيئا ما، ثم قالوا لا نتجه إلى بعض الإيقاف كما يسموه العدوان، ثم انتقلوا إلى، وكل يوم يجدوا نقطة يحاولوا أن يصلوا فيها إلى عرقلة هذه الجهود. كانت الأهداف الواضحة لدى الحوثيين هي إيقاف الحقيقة الطيران التحالف عن ضرب، لأنهم فعلا تعليق الضربات الجوية، نعم، ليس فقط تعليق ولكن إنهاء، حتى كان هذا أول الشروط التي قاموا بها، بل حتى ذهابهم إلى السعودية كان القصد الأول فيه استرضاء السعوديين وإيقاف الطيران لأنه أوجعهم كثيرا. لكن المشكلة، وكان في ذلك الوقت أيضا استغلوه في حكاية التمدد إلى ناحية وتغيير العسكري، كانوا استطاعوا بعد أن إيقاف الطيران استطاع أن يتمددوا في كثير من المناطق، إعادة جيوشهم، إعادة المعسكرات، بل إعادة حتى التسليح، حتى وصل أنهم يطلقوا الآن طائرة يسمونها صواريخ باليستية على السعودية وأيضا على مأرب وغيرها. يعني المسألة كانت هي عبارة عن مناورة سياسية، ولا قلنا سياسية بينما مناورة حقيقة عسكرية. الآن كل ما يفعلوه هي لاتجاههم العسكري، بينما في الاتجاه الآخر الحكومة تبحث عن حل سياسي. الأعمق هنا أن الحكومة تبحث عن مصداقية يعني لقيمها، أنها لا توصل إلى مرحلة القتل في صنعاء والوصول إلى غزو صنعاء وتضرر المجتمع. لكن الحوثيين يعملوا كجماعة وما زالوا ميليشيا، وأيضا المؤتمرين من وراءهم جماعة منفعية ارتزاقية. لكن وسط كل ذلك، وسط جميع ذلك، هناك ربما الوسيط الأممي أو المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وتحركاته الكثيرة وإعلانه قبل ذلك لموعد المشاورات بعد تعليقها. هذا يأتي وسط جدل حول نوع ما يقوم به إسماعيل ولد الشيخ. كيف تقرأ أنت المساعي الأممية التي يقوم بها بخصوص ما يتعلق باليمن؟ علينا أولاً أن نستوعب تماماً أن المنظمة الأمم المتحدة وكل مكنوناتها وكل تكويناتها ليست إلا أدوات من أدوات التفاعل الغربي على العالم العربي. يعني لا يوجد مطلقاً هنالك، كما يعني يوجد هنالك عالم حر، يوجد قيم، يوجد مبادئ، لكن المنافع تطغى تماما في مسألة خصوصا الأمم المتحدة. ولد الشيخ ومن قبله حتى بن عمر كان الجميع يتجه إلى ناحية واحدة، هي الوصول إلى حل. هذا الحل حتى لو كان بأي طريقة يريد أن يصلوا إليه، لكن القوى الدولية ما زالت خلفهم هي واضحة الاتجاه. هذه دعونا نقول الكبوة للتحالف والكبوة للسعوديين، فلن يقوموا أبدا بإيقاف هذه الحرب، بل يحتاجوا إلى مدها لزمن طويل. هذه الحرب تمد الغرب الآن بمليارات المليارات القادمة من العالم العربي. هذه الحرب تقدم الكثير من المنفعة للغرب، ولذلك الاستخدام الغربي للحوثيين مستمر. الحوثيين يقولوا يسقطوا الأمريكان، يتحدثوا عن لا لأمريكا واللعنة على اليهود وكذا، ويقيموا بعلاقات، وكل يوم نجد أن هنالك لقاءات بينهم وبين الأمريكيين. هذه عبارة عن دعونا نقول أنها معادلات صعبة جدا لالتقاء مصالح ليست فقط إقليمية ولكن أيضا دولية غربية. يعني لن يتخيل أحد أنه ممكن بهذه السهولة يقول الغرب أوكي لا للحوثيين وانتهى الموضوع. لا، سيستخدم الغرب الحوثيين لاستنزاف التحالف، بل سيستمروا إلى زمن طويل جدا حتى يستطيعوا أن يوصلوا إلى منافعهم المطلوبة. طيب وسط ذلك كله، يعني ربما هناك حديث عن ضغوط دولية وأممية على يعني جبهة الشرعية وممثلين الشرعية في المشاورات بشكل عام، يعني لكن برأيك هل وفد الشرعية أقصد قادر على تسجيل موقف أو اتخاذ موقف أكثر حزما مما كان في السابق يرضي فيه القاعدة الشعبية التي يتحرك من خلالها؟ أنا حقيقة عبارة يعني فلينظر الجميع إلى المستوى أو الترند أو التعامل الذي حصل للحكومة الشرعية مع مفاوضات الحوثيين. أنا حقيقة أجد أنهم لأول مرة نجد الحكومة لديها سياسة واحدة، لديها اتجاهات واحدة، لديها أيضا منابع إعلامية واحدة، لديها التقاءات في كل الاتجاهات تصب في مصلحة
المفاوضات. أنا حقيقة لأول مرة أجد هذا الانسجام حتى في الجانب الإنساني، في الجانب السياسي الدولي، في الجانب حتى العسكري. لكن أيضا حقيقة يعني لا أدري هل يستطيعوا أن يثبتوا إلى فترة زمنية طويلة. أنا حقيقة أستبشر كثيرا بحضور هادي إلى مأرب. إلى مأرب. نعم. بالضبط، يعني هادي وصل إلى مأرب معناه أنه يدفع تماما ناحية الحسم الحربي أو العسكري، وفي ذات الاتجاه هو أشر مؤشر واحد للجميع أنه لن يتبع مطلقا الأمم المتحدة بدون من تكون الأمم المتحدة نفسها جادة. بعدها حصل التحرك من الأمم المتحدة. لذلك أنا أجد تماما أن الجانب الحكومي يؤدي أداء جيد أفضل من السابق. ولربما هناك من يعزو ذلك إلى يعني اتحاد أو توحد جبهة الشرعية بشكل كبير ودعم الأحزاب السياسية لها. حول دعم هذه الأحزاب السياسية الوطنية لجبهة الشرعية وموقفها بشكل عام، دعنا أستاذ نبيل نرحب بالأستاذ عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب الإصلاح، ينضم إلينا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور وأهلا وسهلا بك. أهلا بكم أستاذ عدنان. يعني هناك عودة للأحزاب السياسية من جديد إلى واجهة الأحداث في اليمن، كان هناك مواقف متعلقة بالمشاورات، هناك من يطرح أن هذا الموقف بما يخص مشاورات الكويت تأخر قليلا، هل تتفق مع ذلك؟ أولا أنا أريد أن أؤكد على أكثر من نقطة. النقطة الأولى أن النظام السياسي سلطة وأحزاب سياسية وكل الأطراف كل مكونات النظام السياسي في البلد لديها وجهة نظر واحدة حول المفاوضات التي تمت في الكويت. النقطة الثانية، وظيفة الأحزاب السياسية في الأساس هي حراسة المسار السياسي والتأكد ما إذا كان هذا المسار سيفضي إلى حلول سياسية مستدامة وتثبيت هذا المسار. هناك قلق لدى الأحزاب السياسية بأن المفاوضات قد لا تصل باليمن إلى حال الاستقرار. الحلول التي يتم تداولها أو النقاش حولها قد تؤدي إلى إيقاف الحرب، الإيقاف النهائي، وهذا هو ضمانة لعودة السياسة. بدون إيقاف الحرب، إيقاف نهائي وانتزاع السلاح وعودة الدولة، نحن أمام حروب ستستأنف في أول جولة قادمة مع كل مشكلة قادمة. ولذلك وظيفة الأحزاب السياسية في الأساس هي حراسة هذا المسار، حراسة العملية السياسية، التأكد من أن شروط الذهاب نحو المستقبل الآمن مكتملة، وكان هذا هو الأساس الذي طيب انطلقت منه. هذا الإجماع السياسي إن صح التعبير أستاذ عدنان، هذا الإجماع السياسي هل أتى وليد هذه اللحظة أم كان من قبل موجودا؟ هو المفاوضات كان طبيعيا يأتي في هذه اللحظة، على اعتبار أنه كان الجميع كان يترقب أن نصل إلى نتائج مكتملة وحلول يعني وحلول فعلا حلول ترتقي إلى حجم المشكلة. وكان التأخر إلى هذا الوقت حتى تنتهي فعلا عملية التفاوض. لم تكن الأحزاب السياسية مطالبة بأن تبدي موقف قبل انتهاء جولة المفاوضات في الكويت. طيب لذلك كان من الطبيعي أن يصدر يعني هذا الموقف في هذه اللحظة. من وجهة نظرك ما هي أسباب الضغوطات التي تمارس على الحكومة سواء بشكل مباشر عليها أو بشكل غير مباشر من خلال تحويل وتقديم خارطة طريق لم تتفق عليها مع المبعوث الأممي؟ ما أسباب هذه الضغوطات على الحكومة من وجهة نظر الأحزاب؟ والله طبعا الأحزاب هي لم تتحدث، يعني هي دعمت الموقف الشرعية والوفد المفاوض، لكنها لم تدخل في جدل مع الأطراف الدولية أو مع أيا كان هذه الأطراف. هي دعمت هذا الموقف وهذا ما يعنيها، ويعنيها في الأساس أن تدعم موقف الحكومة بغض النظر عن مواقف الأطراف الأخرى التي ستعبر الحكومة عن موقفها منها وقد عبرت. يعني أفهم منك أن أي تنسيق سياسي مع أي تيار أو هيئة سياسية خارج اليمن لا يتم إلا عبر الحكومة الشرعية والرئاسة؟ طبعا هناك وفد يمثل الجانب اليمني وهو الذي يقوم بعملية التفاوض ويمثل اليمن في كل القضايا، خاصة في هذه القضية الكبرى التي تمثل كل اليمنيين، والوفد المفاوض هو يمثل اليمن وليس التيارات.
طيب الأحزاب أستاذ عدنان طالبت الميليشيا الانقلابية بالالتزام الصريح بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 دون شروط مسبقة وكذلك بإشراف دولي وإقليمي، وكذلك ركزت على التراتبية المعينة. ما هي الفكرة وراء ذلك؟ وفي الحقيقة نحن هنا نصطف مع المجتمع الدولي والإقليمي في المطالبة مع مطالبة الفتيين. هذا المطلب مطلب دولي في الأساس، وصدر به قرار دولي 2006، والتراتبية التي تتحدث عنها الأحزاب السياسية هو البدء بعملية تسليم السلاح ثم بس نفوذ الدولة ثم المضي بعدها إلى تشكيل حكومة. التراتبية المعكوسة التي يتحدث عنها البعض هذه تراتبية لا تصل باليمن الاستقرار، ولم تستطيع أن تنتزع اليمنيين سلاما دائما، لأن البيد بالحكومة فيما يعني الأرض تحت سيطرة جماعات مسلحة هذا يعني ستجعلنا أمام مشهد كاريكاتوري مضحك، يعني حكومة لا تستطيع أن تتحكم حتى في واحد من الشوارع العاصمة. طيب بشكل عام هذا الإجماع الحزبي السياسي في اليمن هل يهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي باتجاه تعديل مواقفه تجاه القضية اليمنية، أم أنه فقط لإظهار أن فعلا الجبهة الداخلية اليمنية متوحدة، جبهة الشرعية أقصد؟ هو حالة الانسجام الموجودة في جانب الشرعية تمت بعد جهود كبيرة من قبل الشرعية الانسجام ما بين الرئاسة والحكومة وأيضا مع المكونات السياسية، هو ثمرت شغل وجهد بذل في هذا الأمر، واستطاعت الجبهة أن تتماسك، وخاصة أن اليمن تعيش معركة مصيرية وتحت هذا الضغط، ومن أجل هذا الهام يعني الجميع توحدوا وصار لهم موقف واحد، وهذا الأمر ليس يعني بهدف الضغط على أي جهة، هو فقط من أجل انتزاع حقوق اليمنيين واستعادة الدولة. إذن الأستاذ عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب الإصلاح كنت معنا عبر الهاتف من الدمام، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى الأستاذ نبيل البيضاني المحلل السياسي معنا عبر السكايب من السويد. أستاذ نبيل، الشرعية تطالب أن تستند أي رؤية أو خطة إلى مرجعيات ثلاث، هذه المرجعيات كانت أممية بالأساس، هناك يعني أو طرحها المبعوث الأممي من خلال حديثه هو، هل هذا يعني أن خطة ولد الشيخ أو خارطة الطريق التي وضعها هي خارج هذه المرجعيات؟ هي حقيقة محاولة لتغيير هذه المرجعيات. يعني القرار 2216 كان صريح وواضح، هو كان يصب في ناحية تسليم السلاح، الخروج من المدن والعودة للعملية السياسية، لكن ما وجد الآن أنه هنالك محاولة من المجتمع الدولي بقيادة الأمريكيين القيادة الأمريكية والأوروبية البريطانية، هنالك إرادة حقيقية الآن لتغيير هذه القرارات. سمعنا قبل أيام بأن هنالك كان قرار يحاول أن يوجدوه الآن في حكاية إلزام اليمن بإقامة حكومة متعددة الأحزاب ومتعددة التوجهات بما فيها بالضبط بما فيها ليس فقط ائتلاف وإنما حكومة تكون من جميع الأحزاب بما فيها الحوثيين وكأنهم جماعة عادية جدا. يعني هذه المشكلة الآن كانت الحكومة اليمنية والمفاوضات تقام على أنها تعتمد على المرجع الأول في قرار 2216 القادم أيضا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة. الآن هذا القرار الجديد الذي يراد أن يحاك أن يحاول أن يخفف دعونا من التزام الأمم المتحدة بقرار 2216. حقيقة الجميل في الأمر الآن أن المفاوضات تقوم من قبل الحكومة على هذه كأقل حد من المطالب اللي هو 2216 هو مطلب أممي، ولا يمكن أبدا ولا يحق للحكومة ولا غيرها أن يقوم بعملية إبداله. 2216 هو مطلب ليس فقط أممي، هو مطلب أيضا يمني شعبي حزبي إعلامي حقوقي، دعونا نقول أنه هو كما نقول هو الإنقاذ لليمن، هو الطود الذي ممكن أن ينقذ اليمن مما نحن فيه. غير طيب ذلك كما أوضح أيضا أخي عدنان من قبل أنها هي عبارة عن إدخال اليمن في دوائر من اللعبات طيب الأممية. هذا يدفع الكثيرين للتساؤل أستاذ نبيل، ما الذي تغير حتى تقوم الأمم المتحدة والدول العظمى من ورائها بتغيير وجهة نظرها ومحاولتها لتغيير هذا القرار وعدم تنفيذه يعني بحذافيره كما هو أو كما صدر؟ ما الذي تغير ما بين يوم ما أصدر هذا القرار والآن؟
بالضبط، ما تغير أنه تدخل التحالف. التدخل التحالف هو كما قلنا من قبل أن وذكرنا في أكثر من لقاءات أن السعودية عندما ذهبت إلى اليمن لم يكن برضاء الغرب مطلقا، هي لأول مرة تتحرك قوة عربية مسلمة تتحرك ناحية دولة تنقذها مما هي فيه. هذا الوضع غير موجود ولا مطلوب ولا يستطيع مطلقا أحد في العالم أن يقوم فيه إلا قوة قادرة فعلا على أنها تقدم شيء. ما وجدناها الآن هي محاولة من الغرب ومحاولة من المجتمع الدولي لترويض السعوديين وجعل هذا اليمن مستنقع للسعوديين قادم، حتى لا يفكر مطلقا أي قوة في العالم أن تفكر أن تقوم بما فعلت فيه يعني السعوديين. وإن كان الإعلان أساسا عن عاصفة الحزم انطلق من واشنطن؟ لا، دعونا نعرف بأن هنالك التنسيقات وكانت واضحة والتسريبات كانت واضحة، أنه لم يكن الاتفاق مع الأمريكان لم يكن إلا من 9 ساعات أو 5 ساعات. السعوديين كانوا واضحين بأنهم يبحثوا عن أمان لحكمهم لنظامهم، كانت التهديدات واضحة وصلت إلى حد أنهم وصول إلى الحدود، وكان المطالبات الرئيس اليمني عبد الرب منصور واضحة أيضا للتدخل من قبل السعوديين. نحن نتكلم الآن بشكل واضح جدا، لا يمكن مطلقا أحد أن يقول أن الأمريكان هم من وراء التدخل في اليمن، بالعكس الأمريكان يتمنوا مطلقا أن تصبح اليمن مثل العراق. لدينا هو يجري الحديث أنه جاء بضوء أخضر منهم. بضوء أخضر ممن؟ من الأمريكان. هذا التفسير الموجود الذي يتحلق فيه بنظرية المؤامرة وأن الأمريكان يقودوا كل شيء. لا أخي، السعوديين أيضا لديهم منافع، لديهم قوة ناعمة موجودة في العالم، لديهم قوة اقتصادية، وهناك لديهم إرادة أيضا للحفاظ على الإقليم من الانهيار. ما قاموا فيه على سبيل المثال الآن الأتراك يحاولوا أن يعيدوا موضعة البعد عن القرارات الأمريكية والهيمنة. الأمريكان يريدون أن ندخل يفعلوا فينا مثل ما فعلوا فعلا في العراق، يعني يتكلموا مع صدام حسين رحمه الله، ادخل وقاتل وحارب ثم يأتوا بالعالم كله إلى العراق حتى تصب لهم المنافع كاملة في الخليج والإقليم. ما يرى الآن هو محاولة لاستخدام الحوثيين تمام كورقة للاستنزاف للعالم العربي وللسعوديين وللخليج كاملا، بحيث أنه لا يستطيع مطلقا أن يكرروا هذا في أي مكان آخر. هذه هي المعادلة بالضبط. طيب، أين تكمن مصالح الدولية في ترددها بالضغط تنفيذ القرار 2116 أو بالأصح عدم تنفيذه بالشكل الأمثل بما أنه جاء تحت البند السابع بنهاية المطاف؟ عندما كان بالبند السابع كان هذه مطالبة أيضا الحكومة، أن البند السابع يعني أن التنفيذ بالقوة من قبل مجلس الأمن. ما ملاحظ عليها الآن أنه تم تجميد هذا البند، وتم بل تم تجريم الآن حتى حقوقيا وإعلاميا في الغرب للتحرك السعودي. هذه هي المعادلة الصعبة التي يحاول الآن أن يعيد. الحقيقة أنا يعني أتعاطف كثيرا مع الحكومة، ولأول مرة أنا لم أتعاطف مطلقا من قبل، لكني أتعاطف فعلا مع المفاوضين الذي الآن لا يفاوض فقط الحوثيين ولا المخلوع، إنما يفاوض العالم كله، بل حتى من قلب كل القوى العالمية الآن تضغط على الحكومة لقبول بالنموذج اللبناني، بالقبول بالنموذج العراقي، بالنموذج لا يوجد أرض، لا يوجد حكومة، إنما عبارة عن ميليشيات والحديث للأقوى، ونظل والميليشيات مستعدة أن تجلس سنين بل مئات السنين أن تحكم بلا دولة بلا قانون. الحقيقة الآن كل العالم مصب جهده، حتى الأمم المتحدة وما وراءها من دول تصب جهدها إلى الضغط على الحكومة اليمنية للقبول بالواقع حتى تستنزف قوة التحالف، ونعود من جديد إلى نقط ليس الآن، وأنا أتكلم مستقبلا إلى حرب أخرى وأخرى وأخرى تستنزف الدول العربية. نعم أستاذ نبيل. طيب، دعنا نكمل حديثنا في هذه الحلقة، لكن قبل ذلك نذهب والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، نعود بعده للاستئناف نقاش. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نعود إلى الأستاذ نبيل البيضاني معنا عبر السكايب من السويد. أستاذ نبيل، ربما الجديد في اللحظة الراهنة سياسيا هو الوقوف، أو يعني ما هو حديثا كان الوقوف أو بيان الأحزاب السياسية المؤيد لوجهة نظر الحكومة بخصوص هذه المشاورات. كيف تقرأ الجبهة داخليا لجبهة الشرعية؟ حقيقة أنا متحفظ قليلا من فكرة الأحزاب السياسية، نتيجة أنه أنا لا أعتقد بأن هنالك عمل سياسي في اليمن. هنالك حقيقة شبه احتلال من قبل كهول السن برؤاهم بأيديولوجيتهم بفكرهم حتى بقتالهم وخصومتهم
احتلال للعمل السياسي اليمني. أنا لذلك أنا لا أعتقد مطلقا أن التحرك الحزبي العام يستطيع مطلقا أن يدعم الحكومة. ما يفعله الآن العمل الحزبي لا يستطيع مطلقا الآن أن يجابه ما يفعله مثلا الحوثيين وما يفعله أيضا من قوى المخلوع صالح الذي تعمل الآن في أوروبا وأمريكا جماهيريا. لا يستطيع الآن الأحزاب السياسية لا تتحرك جماهيريا في العالم الغربي ولا تستطيع أن تؤثر مطلقا على المجتمعات الغربية ولا حتى الإعلام. للأسف لا تتحرك حتى في مؤسسات المجتمع المدني جيدا. هنالك محاولات لكنها محاولات مطلقا غير لا أقول غير جيدة. لكن أنا أتكلم الآن عن الأحزاب المنطوية في المفاوضات. أنا أعتقد بأنها جيدة وتعاملها بشكل جيد، محاولة إغلاق المشاكل، إغلاق المنافذ التي تدخل منها المشاكل أو التي تسبب بنوع من الأخطاء الذي ممكن أن تؤثر على الحوار وكذا، هذه أعتقد أنهم أجادوا فيها. لكن العمل الجماهيري والاجتماعي والإعلامي وحتى المؤسسات الدولي المدني جدا بطيئين وغير متواجدين فيه. إلى ماذا تعزو ذلك؟ فقط إلى يعني ما وصفته من احتلال من قبل الكهول وكبار السن لقرارات هذه الأحزاب؟ بلا نقاش هذه هي الحقيقة. نحن لدينا كهول كبار السن لا يستطيعوا مطلقا أن يجابهونا أو يجلسوا حتى معنا يتحدثوا معنا. هؤلاء كبار السن غير مدركين مطلقا العالم. الآن المؤسسات الدولية لو جلست مع أي قائد لأي حزب من هذه الأحزاب لا يفهم مطلقا المجتمع الدولي كيف يتحرك، لا يعرف المؤسسات، لا يعرف النافذين، لا يعرف القادة، لا يعرف كيف حتى منافذ الإعلام الأجنبي، كيف صناعة القرار، الإجراءات الدولية، هذه كلها مغيبة تماما. كل ما يفهمه هذه القيادات أن لديها حروب أيديولوجية ومصالح معينة واتجاه أوحد يقوم فيه طول الوقت. هذه هي المشكلة التي نعاني منها في العمل الحزبي. طيب هل هناك يعني توجه لتغيير هذه الصورة برأيك أو من خلال متابعتك من قبل قواعد هذه الأحزاب، أم أنهم سيصطدمون بالمقولة التي تقول أن ليس هذا وقت التغيير، خاصة مع وجود انقلاب على الشرعية، وإلى حين أن تعود الحكومة ويعني لممارسة مهامها من صنعاء وما شابه، وقتها وحينها فقط يتم الحديث عن ذلك؟ أنا حقيقة أؤكد أن هنالك استماتة من قبل هذه يعني قادة الأحزاب هؤلاء على التمسك بكراسيهم. يعني عودوا الآن إلى كل التاريخ الأوروبي، في كل الحروب تم تغيير الرؤساء والملوك والقادة وجميع هنالك حتى انتخابات أقيمت في أمريكا، أقيمت أكثر من 3 انتخابات متتالية وهي في حروب في عدة دول في العالم. الشاهد أن هنالك فعلا استماتة إلى التمسك بالكراسي، إلى الاعتقاد أو تجهيل القواعد بأنه لو تغيروا أنها ستنهار المنظومة. المنظومة لن تنهار مطلقا، بل ستتجدد وتتحسن وتتغير كل الآليات. لكن القرار الأهم هو أن يخرج كما يقول القائد الحزبي من دون أي أضرار على حزبه، لكنه إذا أراد فعلا يستطيع أن يفعل ذلك على حزبه. وهذه المرحلة أعتقد أنا أتفق بحيث المقولة بأنه نحتاج أن نذكرها في وقت آخر، لكن ليس السبب مطلقا التوقيت، وإنما السبب هي القيادات نفسها. القيادات يستطيع أي قائد الآن أن يذهب إلى بيته ويغلق بابه ويحدد أي شخص بدله وينتهي الموضوع، صدقني ينتهي، بل يتحول إلى مستشار ويحاول أن يضفي أو أن يحسن الوضع. لكن هذه المقدرة والشجاعة غير موجودة أبدا لدى القيادة الكهلة التي أرهقتنا وأوصلتنا إلى ما نحن عليه. نعم. طيب يعني هذا الحديث عن الجبهة الداخلية، الجبهة الشرعية إذا ما صح التعبير، لكن هناك في المقابل تحركات لربما يعني مع المبعوث الأممي للجبهة الأخرى، جبهة الانقلابيين. سياسيا أو قبل ذلك أستاذ نبيل، نتوجه أو ينضم إلينا العقيد عنتر الذيفاني، قائد أركان ركن توجيه اللواء 141. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور. أهلا بك سيادة العقيد. حدثنا أكثر أو حدثنا عن طبيعة المواجهات التي تجري في جبهات القتال، خصوصا مناطق نهم ومأرب سيادة العقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يدور هذه الأيام من اشتباكات ومعارك طاحنة تأتي في إطار الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها ميليشيا السلالة، حيث سجلت خلال 48 ساعة في جبهة نهم فقط 39 اختراق
مما يدل على أن هذه الجماعة لا تؤمن بأي التزامات ولا تؤمن بأي تشاورات أو حوارات. قام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالرد، والرد في الحقيقة كان عنيفا. استطاعت هذه الميليشيا في قبل يومين أن تتسلل إلى جبال يام حتى أشرفت على جبل الذهب. استطاعت بعد ذلك الجيش الوطني أن يدحرها، والاشتباكات اليوم تدور بعيدا عن جبل الذهب بحدود 3 كيلومترات، والاشتباكات الآن في هذه الساعة في جبال رشا وجبال رشا جبال رشاح رشاح تقع الشمال الغربي لجبال يام من فرضتنا الشمال الغربي لفرضتنا المضلة على قبيلة أرحب. هذا فيما يخص جبهة الميمنة. في جبهة الميسر هناك تقدم في بقيادة العقيد خالد الأقرع، حيث تم تحرير مواقع كانت بيد الحوثي. أهم هذه المواقع هو الجبل الاستراتيجي قرن الذئاب التي تم القبض فيه على أسرى حوثيين، بما في ذلك مراسل قناة العالم ومراسل قناة المسيرة، حيث وجدوا وكانوا مسلحين وفي الخنادق مع المقاتلين، ونحن متحفظين بهم في معسكر ناس. هذا فيما يخص جبهتنا. الخلاصة أن هناك إن شاء الله تقدم، والأيام القادمة سوف تشهد انهيارات لجماعة الحوثي كما بدأت من اليوم والأمس. في المقابل هناك معنويات مرتفعة تنابح جبال يام وتنابح جبال نهم من قبل الجيش الوطني والمقاومة. إذن هناك جاهزية سيادة العقيد من قبل الجيش الوطني والمقاومة لأي معركة مرتقبة بخصوص صنعاء؟ الأمر الذي يجب أن نعلمه جيدا هو أن جماعة الحوثي أو ميليشيا الحوثي التي تريد أن تلغي الدولة وتعيد لنا حكم الإمام وحكم الميليشيات، أن هذه الجماعة لن يفيد معها إلا الحث، ونحن ماضون في هذا الخيار الذي لا خيار بديلا عنه. نحن قررنا أن الخيار الذي سوف نمضي فيه هو خيار الحسم العسكري، وهذا ما سوف نقوم به إن شاء الله في الأيام القادمة، ولعل الساعات لا أقول الأيام القادمة بل الساعات القريبة القادمة سوف يبدأ هذا الحسم. طيب بهذا الخصوص سيادة العقيد، يعني قذائف المدفعية تصل إلى معسكر في قريب من أرحب، وبيت يسمى معسكر بيت الدهرة. بهذا الخصوص ما مدى التعاون أو مدى استجابة القبائل المحيطة بصنعاء مع قوات الجيش الوطني والمقاومة؟ القبائل المحيطة حول صنعاء هي الأكثر تضررا والأكثر تعرضا للظلم من حكم ميليشيا الحوثي، ولهذا سوف تثبت لكم الأيام القادمة إن شاء الله أن هذه القبائل سوف تحتضن الجيش الوطني وسوف تحتضن المقاومة كما صنعت قبيلة نهد الأبية التي اليوم تسطر أروع الملاحم في جبهة نهد، خصوصا في الميسرة التي بها القرى. أما في جبهة الميمنة فلا يوجد قرى ولا يوجد بشر يعني سكان، إلا جبال وشعاب. ستكون القبائل في صف الجيش وفي صف المقاومة، وهم ينتظرون اقتراب الجيش فقط حتى نصل إن شاء الله مفرق أرحب، وستنظر بعد ذلك العجب العجاب. إذن العقيد عنتر الذيفاني ركن توجيه اللواء 141 كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى أستاذ نبيل البيضاني. أستاذ نبيل، يعني نحن شاهدنا زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه وعدد من الوزراء وقيادات من التحالف العربي وكذلك الجيش الوطني بكل تأكيد إلى مأرب. هذه الزيارة هل تقرأها أنت أكثر سياسيا أم أنها
تتوجه إلى دعم الموقف العسكري، خاصة مع ما سمعناه من العقيد عنتر من تقدم للمقاومة في بعض المواقع وكذلك جهوزية عالية للجيش هناك؟ أولا أناشد، قبل أن أجيب على السؤال، أناشد اللواء عنتر الديفاني إخلاء طرف الإعلاميين مباشرة، ولا يجب أن يدخلوا في هذا الصراع مطلقا حتى لو كان لديهم أسلحة. حتى لو كان الإعلاميين هم ليسوا جزء من هذا الصراع، هم ناقلين مهما كانوا حتى لو كانوا لأي قناة من القنوات. هذا أولا. ثانيا ناحية سؤال، حتى لو كانوا عسكريين، لا أعتقد بأن هنالك إعلامي عسكري، أنا لا أؤمن بهذا. أنا أؤمن أن الإعلامي إعلامي، وإذا كان قد يكون مخطئ، لكن لا أعتقد بأنه سيقتل بشر. هذا اعتقادي وهذا قانون دولي، وهذه حقوق للإعلاميين في العالم كله، يجب أن نؤمن بها. سواء كنا معارضة، سواء كنا حوثيين، سواء كنا مع السعودية ولا أمريكا ولا حتى مع أي بشر. نحن نقول هؤلاء إعلاميين ينقلون صورة للخارج كيفما كانوا، يجب أن لا يضروا. بكل تأكيد. طيب، من ناحية عبد الرب ونائب لزيارة المأرب، أنا أعتقد بأن هنالك هي محاولة لدفع للعملية السياسية. لا أعتقد بأن هنالك حقيقة، سأكون أكثر صراحة، لا أعتقد بأن هنالك تحرير قصري الآن أو دخول لمعارك إلى صنعاء. كل ما نراها الآن هي معارك حقيقة لم تدخل في عمق إسقاط صنعاء. لا يوجد رغبة لدى النظام، كما قلت مسبقا أنه مسألة الإنسان الموجود الآن في صنعاء والذي ممكن أن يتدمر، هم هذا الخوف لدى الحكومة. هذا جيد. أعتقد بأنه هنالك تلويح باستخدام الحسم العسكري، وكان واضح جدا حضور هادي إلى مأرب بأن هنالك اتجاه. هذه رسالة لم تكن مطلقة للحوثيين ولا لصالح، كانت هي رسالة للمجتمع الدولي بأن هنالك معادلة يمنية قد تقال من قبل هادي، قد تخرج عن نطاق المعقول أيضا للأمم المتحدة، لأن القوة الموجودة الآن، يعني أكبر ما ممكن أن يفعله النظام الدولي الآن مع الأمريكان والروس والبريطانيين هم أن يعودوا إلى صنعاء ويفتحوا سفاراتهم ويدعموا هذا النظام. بينما المقولة اليمنية هنالك الآن قائد وصل إلى مأرب وتوحد كلهم مع نائب القيادة، وهنالك توحد للحكومة في اتجاه واحد هو إسقاط صنعاء. هذه المعادلة المهمة التي يجب، أو هذا الصوت أو هذا الخيار الذي وصل الآن جيدا إلى الخارج، هو ما حصل من بعده التحركات التي نراها الآن لولد الشيخ. لذلك أنا أعتقد بأنها عبارة عن تلويح عصا وليست مرحلة حسم حقيقية. مرحلة الحسم الحقيقية يمكن أن نقول عندما تأتي قوات الجيش الآن وتبدأ في فتح معارك حقيقية في كل المناطق، منها تعز، منها المناطق في أرحب، منها عمران. هذه المناطق كلها هي المناطق الحساسة التي ستوجع وستسقط الحوثيين. لكن غير ذلك نحن نتكلم على عبارة عن تأشير أو رفع للعصا أو تخويف، ولكن لم ندخل إلى معركة الحسم الحقيقي بعد. طيب، يعني بالحديث عن تحركات ولد الشيخ التي ذكرتها، ويعني بالعودة إلى السؤال الذي كنت أريد أن أسألك فيه بخصوص جبهة الانقلابيين، كانت هناك صورة لإسماعيل ولد الشيخ، أو تداولت وسائل الإعلام صورة لإسماعيل ولد الشيخ مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. هذه الصورة عندما نقرأها في سياق الحديث عن إيجاد مهرب أو تسوية ما معينة، ووجود أحيانا شروخ في هذه الجبهة، جبهة الانقلابيين أتحدث، إذا ما جمعنا جميع أطراف الصورة أستاذ نبيل، ما الذي يمكن لنا قراءته؟ حقيقة كنا قلنا دائما بأنه لم يدلل المجتمع الدولي أي منظومة في العالم كما دلل الإسرائيليين ويدلل الآن الحوثيين. أنا أعتقد أنهم يدللوهم بنفس المستوى تماما. يعني الآن هذا الصمت الدولي ومحاولة حتى حضور المبعوث الأممي وحضوره إلى صنعاء للتفاوض مع الحوثيين، يجب على المبعوث الأممي أيضا وكل مبعوث أممي أن يذهب إلى البغدادي في العراق. وكما يقال الآن، إذا صح هذا المقولة بأنه التقى علي عبد الله صالح والتقى المخلوع، فمعناه أنه التقى مجرم والتقى مجرم حرب، يجب أيضا أن يساووا الآن ويذهبوا إلى البغدادي في العراق، ويذهبوا إلى المجرم الآخر في لبنان حسن نصر الله، ويبدأوا يذهبوا إلى كل المجرمون ويصافحوهم ويدخلوا معهم في مفاوضة. وهذا الحديث وفقا للقرارات الدولية التي يعني وضعت أسماء هؤلاء كمطلوبين وملاحقين دوليا.
بالضبط، نحن نتكلم الآن على ملاحقين دوليين، مجرمين دوليين، عليهم قضايا، عليهم قضايا حقوق إنسان يذهب إليهم الأمم المتحدة. غدا يجب على الأمم المتحدة أن تقوم بالعدل الآن وأن تذهب إلى البغدادي لتتفاوض معه. لماذا لا تذهب يعني؟ لماذا تذهب إلى طالبان الآن وتتفاوض معهم؟ لماذا لا تذهب الآن للتفاوض أيضا مع في لبنان أو غيره، أو حتى في ليبيا الآن وفي كل المناطق التي تظهر فيها داعش؟ داعش ليست إلا جزء أو الأخ التوأم للحوثية، فلذلك لماذا لا نقوم الآن، لا تقوم الأمم المتحدة بهذا العمل؟ هذا التساؤل الذي يجب أن ننظر إليه. لكن كما قلت مسبقا، لأن الإرادة الدولية والمنافع الدولية هي خلف المبعوث الأممي، فلذلك دائما نجد هذه التجاوزات موجودة. لكن أنا متأكد أنه يوما من الأيام ستفتح هذه الملفات، وسيعرف الجميع أن الأمم المتحدة كانت تدعم أو توافق على شروط الحوثيين، والتاريخ لا ينسى. طيب يعني ألا يمكن أن تسهم هذه التحركات بشكل أو بآخر في زحزحة الوضع مما هو عليه، وإيجاد حل ربما بشكل أو بآخر؟ أخي، في المفاوضات حتى في الأفلام الأمريكية، أول ما يبدأ التفاوض مع الإرهابي يحس تماما بأنه وصل إلى نصف ما يريده. عندما تذهب إلى إرهابي وتجلس معه وتتفاوض وتأخذ وتعطي معه وتوصله إلى منطلق، يعني أطفال وصلوا إلى الكويت، وحتى اللحظة أطفال في المفاوضات، أطفال حقيقيين، حتى كل من يجلس معهم وكذا يقول ليس لديهم رؤية وليس لديهم ملفات، ليس لديهم إلا علاقات دولية يحاولوا أن يستخدموها. هم يعرفوا تماما أنهم عبارة عن أدوات في الصراع، وأنه بقاءهم هي لفائدة الغرب ولفائدة أيضا الدول التي يسبوها يوم كل يوم، فلذلك لن يقوموا مطلقا بحل، ولا يستطيع أن يصل الوضع إلى حل إلا إذا كان التلويح الأممي حقيقة بفرض 2216 بكل قوة على الحوثيين وإيقاف هذه الهمجية، عندها سيجد أن الحوثيين يتغيروا. غير ذلك الحوثيين مستعدين أن يعيشوا 20 و30 و40 سنة على هذا الوضع. الآن هم يستنزفوا صنعاء، الآن هم يسرقوا صنعاء، كل يوم لديهم السرقات، لديهم فساد في كل مكان، فلذلك سيعيشوا على هذا الفساد مئات السنين. طيب سياسيا، هل هم بذلك التماسك الذي تظهر به جبهة الحكومة الشرعية؟ حقيقة التماسك يأتي من عدة أشياء. هو في نظرهم أيضا أن مصالحهم التي أصبحت ضيقة يوم عن يوم، تمام، أصبح الوضع بالنسبة لهم مجبرين حتى أنهم يتماسكوا. رأينا قبل فترة ما حصل، ذلك الشرخ الذي حصل بين المؤتمر والحوثيين، وهذا هذا الشرخ الكبير الذي حصل كان يحدث تغيير حقيقي في الخارطة، لكنهم حاولوا بشكل سريع جدا، توائموا بسرعة، وكانت حقيقة أنا أقولها هنا، لم يكن الوضع الحوثي هو الذي ساعد في هذا التوائم، إنما سياسة المؤتمر ونفعية واسترزاق المؤتمرين. يعرفون تماما بأنهم إن تركوا الحوثيين فسيسقط الحوثيين وسيسقط المؤتمرين، فلذلك تراجعوا كثيرا، بل حتى وصلت إلى تصريحات من المخلوع نفسه محاولة إلى تخفيف هذا الصراع الذي ظهر للعلن. أنا متأكد بأنه الحوثيين مع المؤتمرين يعرفون بأنهم في مركب سرقوه هم الاثنين، وأنه هذا التنازع في المركب سيفقدهم هذا المركب، وأنه قد يأتي آخرين وينزلهم منه، فلذلك سيحاولوا تماما أن لا يظهروا بهذا التناقض، لكن مستقبلا قد نرى تناقض في المنافع كثيرا. إذن بهذا نصل أستاذ نبيل البيضاني إلى ختام هذه الحلقة. في الأخير أشكرك، كما أشكر جميع الذين كانوا معنا من الضيوف وكذلك المشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة أيضا تقبلوا تحياتي وتحيات جميع الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.